تركيا سيادة الرئيس مرسي. سمعنا أن تونس أمة وهارف من الآن قضاة مصر الشرف. احنا معتصمين لحين عودة الرئيس محمد مرسي الى الحكم والى تسلم مقاليد الحكم مرة اخرى، او ان احنا نموت هنا شهداء. الاعتصام المفروض ما يستمرش اكتر من كده، المفروض نتجمع حشد اكبر من كده ونلف ميادين مصر ونروح مناطق حساسة زي وزارة الدفاع، وممكن نروح عند المحكمة الدستورية العليا، ولو نعرف مكان مرسي لازم نحشد اكتر ونروح نجيبه.